أهلا بكم. بهذا الفيديو راح نتعلم كيفية عمل نص ثلاثي الأبعاد بشكل احترافي جدا وباستخدام قالب احترافي ومجاني. طبعا هذا القالب راح يتم إرفاقه مع هذا الفيديو، بإمكانكم أن تحملوه بشكل مجاني. طيب بعد ما نفتح هذا القالب نضغط على هذا الخيار، نضغط عليه دبل كليك، وطبعا راح تطلع لنا هذه النافذة، نضغط على نو. جيد، الآن مطلوب من عندنا هو كتابة نص. طبعا فقط للتنويه انه هذا القالب لا يدعم اللغة العربية بشكل مباشر. قبل ما نكتب بشكل مباشر لاحظ انه النص راح يكون بشكل معكوس. الطريقة الصحيحة هو طبعا نكتب نص بالقالب بشكل مباشر، نروح على أداة الكتابة وطبعا نضغط بهذه المنطقة ونكتب مثلا فائزون، وطبعا ناخذ كوبي للنص او ناخذ كات، وطبعا نجي الى هذه المنطقة وطبعا نلصق النص بهذه الطريقة. راح نختار فونت، وفضل ان يكون فونت سميك واسع مثلا هذا الفونت، راح نصغر من الفونت قليلا، خليه بهذه المنطقة. جيد، الآن ممكن طبعا نضغط على شيفت، طبعا نوسع الفونت بشكل عمودي بهذه الطريقة، وطبعا نضغط على علامة الصح. الآن راح نصغر من الفونت، مثلا راح يكون 600 ومن ثم علامة صح، والخطوة التالية نضغط على فايل سيف. الآن نرجع إلى النص، لاحظ أنه النص راح يكون بشكل ثلاثي واحترافي جدا. ممكن نجرب كلمات أخرى، مثلا نضغط على أوكي كنترول S، مثل ما نلاحظ طبعا النتيجة رائعة.